زوجي مسافر من 4 سنوات، بعيد عننا بقاله 4 سنوات ومش بيتكلم معانا ولا مع الأولاد. أول سؤال حابب كده إن أنا أبدأه معاكم، يعني هو برضو يعني سؤال يسعد الواحد، عشان في ناس بتشوفنا وبتشاركنا وحابة إن هي تسمع مننا كلمة، وارتاحت للأسلوب وارتاحت للكلام ورأيت إن إحنا ممكن بالفعل نساعدها في المشكلة اللي عندها. لكن الجانب السيء إن السؤال يحزن، يحزن بجد. أحب أقرأ لكم كده بالنص. هي بتقول: السلام عليكم، زوجي مسافر من 4 سنوات، بعيد عننا بقاله 4 سنوات ومش بيتكلم معانا ولا مع الأولاد. 4 سنين لا بيتكلم مع زوجته ولا مع أولاده، 4 سنين في غربة. الله يعينك ويقويك، بتجاهد وتتعب وتعمل علشان يعني تريح مستقبلك، وربما عشان تريح مستقبل زوجتك وأولادك، مش لوحدك يعني، كتير من الناس كده، في ملايين بيسافروا وبيتغربوا عشان كده. فربنا يعينك ويعين غيرك. لكن 4 سنوات لا بتكلم زوجتك ولا تتواصل معاها ولا بتكلم أولادك، يعني تقريبا لو أنت مسافر وابنك كان لسه عنده شهر، دلوقتي ابنك بقى عنده 4 سنين، يعني ما سمعتش جمال كلمة بابا، ما اشتقتش مرة كده تتصل على زوجتك وتقول لها خلي ابني يكلمني كده، خلي أولادي يكلموني. هو حضرتك متخيل لو مت دلوقتي هيقولوا لك الله يرحمك؟ هيقولوا لك الله يرحمك بمناسبة ايه وهم مش شايفين منك رحمة؟ هيقولوا لك الله يرحمك ازاي وهم اصلا مش حاسين بوجودك؟ اب حي ميت. يعني انت بالفعل حاضر بس غائب، ملكش وجود. ويعني زي ما قالوها كده، يعني لان تكون غائبا حاضرا خير من ان تكون حاضرا غائبا. يعني انت دلوقتي موجود وملكش لازم، ملكش وجود في حياة أولادك ولا أثر في حياة أولادك ولا أثر في حياة زوجتك. يعني أنت متخيل لما تيجي يوم القيامة وتقف بين إيدي النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يعاتبك، وتيجي تقف قدام ربنا سبحانه وتعالى وربنا يسألك ويقول لك هو مش أنا أرسلت لك نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم وقال لك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وحضرتك قال كده والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته؟ طب انت مسؤول، فين الاجابه اللي حضرتك تقولها؟ هتقول ليه ربنا يوم القيامه؟ هتقول ايه للنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لحضرتك سحقا سحقا بعدا بعدا؟ تقول يا رسول الله ده انا مؤمن بيك وبصلي عليك وبصلي وحافظ على الصلاه، فيقول لك ابعد، انت بدلت وغيرت وحرفت، انا قلت لك انت مسؤول ما كنتش قد المسؤولية دي، بعيد عن زوجتك وأولادك 4 سنين، ما اشتقتش مرة تقول لهم افتحوا لي كده لايف كده أشوفكم، بالأدب والاحترام طبعا عشان ما حدش دماغه تروح الناحية الشمال. يعني أنا مش عارف، أنا ما بجاوبش على فكرة إن أنا أقول لك الرأي الفقهي أو بقول لحضرتك الرأي الفقهي، دي نصيحة أخ أب، يعني حد مش عارف، يعني حد يمكن حاطط نفسي في مكان اللي فقد والده الله يرحمه، يعني فقدت والده الله يرحمه، في نفس يعني تقريبا 4 سنوات، فمشتاق ان انا اشوفه مع انه مات الله يرحمه، فما بالك انت بقى، انت حي. اللي بيغيب عن ابنه شويه ساعات كده بيشتاق ان يسمع صوته ويرجع له وياخده في حضنه. لما النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي واحد كده فيقابل طفل صغير، يقابل الحسن والحسين فياخدهم في حضنه صلى الله عليه وسلم ويقبلهم، ويجي له عمرو بن حابس ويقول له رسول الله والله اني عندي 10 من الاولاد ما قبلت واحدا منهم قط، عندي 10 عمري ما بوست واحد فيهم ولا قبلته ولا حضنته. فالنبي يقول له مالي وقد نزع الله الرحمه من قلبك وعايش وسط اولاده ومع زوجته، والنبي يقول له انا مالي انا وانت ما عندكش رحمة، ربنا نزع من قلبك الرحمة، انت اللي هم مفتقدين بعدك، وكمان
تزيد البعد إبعاد وبعد وكره وبغضاء، إنك ما تسألش على زوجة أو أولاد. وكمان في السؤال تقول إيه؟ ودايما شاكك إني بخون، يعني حاجة غريبة، يعني إزاي حضرتك دايما شاكك إنك بتخون زوجتك، إن زوجتك بتخونك؟ يعني أنت لا بتسأل ولا بتدور، وفي نفس الوقت الشيطان سيطر عليك للدرجة دي. أحب بس أذكرك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. كفى بالمرء إثما، يعني كفاية عليك لو جيت يوم القيامة بذنب واحد بس، إنك بتضيع زوجتك وبتضيع أولادك. كفى بالمرء إثما، يعني كفاية الذنب ده إنك تتعذب بيه يوم القيامة. إن النبي يقول لك: بعدا بعدا سحقا سحقا، إن ربنا يغضب عليك ويعذبك في نار والعياذ بالله. فوق لنفسك أيها الأب، ارجع قبل فوات الأوان، اعمل حساب لحظة الله أعلم هتيجي إمتى، هتتشال فيها على الأعناق، وأولادك دول اللي حيمشوا يبكوا وراك. خلي بالك ممكن بأفعالك دي يبقوا واقفين في الجنازة ما بيعيطوش أصلا، والناس تستغرب هما بيعيطوش ليه. والله يا جماعة عادي، احنا أبونا بقاله 4 سنين و5 سنين و6 سنين ما سألش علينا أصلا، شفناش ما بيكلمناش. فيعني مش عارف، حضرتك راجع نفسك. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يعول، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.